هنطلع من الحته دي وهاخدك للجزئيه اللي بتشغل بال الزملكاويه دلوقتي واكيد تشغل بال الكره المصريه كلها وهي بطوله السوبر المصري. هاخدك كزملكاوي وكجمهور الزمالك. النهارده جمهور الزمالك قلقان جدا ان الزمالك ما يقدرش يحقق البطوله لانه عنده نقدر نقول اعتقاد او فوبيا وتخوف من ان اللي حصل بعد بطوله السوبر الافريقي من كلام وتصريحات واحتفالات البعض شايف ان هي مبالغ فيها هتاثر على اداء الزمالك في السوبر المصري. مبالغ فيها من مين؟ انت اللي تقول لي. لا اقول لك بقى. بص مبدئيا انا كجمهور انا لسه معايا سنه ونص واسبوعين وثلاث ايام احتفل فيهم تاني. تمام براحتي ماشي. حد ورايا حاجه ما عنديش مانع. انا لسه معايا سنه ونص واسبوعين وثلاث ايام احتفل براحتي خالص كجمهور. كويس. انا كراجل زملكاوي محتفل براحتي. انا لغايه النهارده بحتفل يعني لغايه النهارده بلبس فانيله نادي الزمالك بالليل اصلي ركعتين قيام الليل واحط فانيله في حضني وانام حر فرحان ببطولتي. تمام. انما لعيبه مجلس اداره جهاز شكرا. هنا بقى الكلام. هنا الكلام لعيبه مجلس تمام. اداره جهاز فني احتفالات انتهت. طولت قوي في حته مجلس الاداره دي. طبعا لان مجلس الاداره الفتره اللي فاتت كان في عدد من التصريحات كتير عدد من الظهور الاعلامي كتير مبالغ فيه جدا من ناس كتير وده مش في صالح ما هو قادم لفرقه الكوره. ده يفقد اللعيبه التركيز يفقد الجهاز الفني لايه دقيقتك. التصريحات اللي خرجت من مجلس الاداره تحديدا النائب رئيس مجلس اداره الزمالك المهندس هشام نصر واللي طلع قال تصريحات على زيزو وقيمته الماليه وان هو طالب اكتر من ما يستحق نادي الزمالك. اتكلم على دعم الاستاذ ممدوح عباس لنادي الزمالك وبعديها الاستاذ ممدوح عباس طلع نفسه في بوست او تويتر قال يا جماعه ما ينفعش تصريحات وانا بتعجب من الكلام اللي بيحصل ده ومستغرب منه. ده صحيح. رايك ايه؟ ده صحيح يعني ما كانش وقته ان انت تتكلم في هذا الكلام بتثير مشاكل بلا داعي. احنا كسبانين فرحانين. ما كانش في ده زي قبليها برضو كان السيد المحترم رئيس نادي الزمالك طلع قال لك اصل احنا عندنا مشكله ان القيد هيتوقف يوم 4 واحنا في عز فرحتنا والناس في عز فرحتها القيد ها يتوقف في نفس اللقاء قال كل الكلام ده. لا ده رئيس الزمالك كابتن حسين لبيب غير رئيس الزمالك والمهندس هشام نصر قال برضو احنا جايين قال هتجيلنا قال هتجيلنا. لا ده قبليها كان بيوم كان تصريحات رئيس النادي بالظبط ان القيد هيتوقف واحنا في عز الفرحه. ليه يتوقف ليه؟ وبعدين قال لك هيتوقف يعني هتنكد عليا ليه يتوقف؟ طب ما السبب اللي هيخليه هيتوقف بعد يومين طب ما تحله عشان ما يتوقفش. طب ما هو سبب فلوس يا كابتن تامر. طب ما انت داخل لك 2 مليون ما الفلوس دولار. كلها راحت في الغرامات اللي كانت قبل كده. لا يا باشا 2 مليون دولار راحوا فين؟ ده انت لسه ما تقبضوش مليون ونص من كل الناس مريات. اللي كانت ليها فلوس ابتدوا يطلبوا يا فندم. لا مليون ونص من موسم الرياض والنص مليون من الاتحاد الافريقي. طب 2 مليون دول جايين لي حلو ما حل بيهم انا هو كل اللي عليك كان ما كان. عندك تجديد عقود لعيبه كان عندك. لا 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 لا, لا. ركز معايا ما تاخدنيش في انا بقول لك اللي بيتقال ما هم قالوا كده بيتكلم. على فكره انا مش بقول الكلام ده من عند كابتن عبد الواحد السيد. هقول لك اهو كابتن عبد الواحد السيد طلع في تصريح قال ال 2 مليون دولار قبل ما هيوصلوا نادي الزمالك الاستاذ حسين لبيب هيكون صرفهم على الغرامات وعلى المشاكل الموجوده في النادي. بتكلم في ان القيد هيتوقف بعد يومين. ما بتكلمش في مصادر صرف او في مصارف الصرف بتاعه ال 2 مليون دولار. تمام. ما بتكلمش في دي. انا بتكلم في ان انت طلعت قلت هيتوقف القيد كده وتنكد عليا ليه؟ ده هم كلهم كام الف؟ 50,000 دولار ولا 60,000 دولار ولا 100,000 دولار ما يدفعوا من ال 2 مليون اللي جايين. ما بتكلمش في مصادر صرفهم خالص لان مصادر الصرف ديت اصلا عندنا عاملانا انا كمان مشكله كزملكاوي او كراجل قريب من الاحداث وعندي الكواليس وعندي التفاصيل بتاعه القرارات كيف تؤخذ داخل المنظومه في نادي الزمالك.